راديو كاب اف ام، الإذاعة الأولى في الوطن القبلي. بحضية مدام ثورية ستهم كيما كل ويكاند باش تحكينا على كتاب جمعة هذه يحكي على السيرة الذاتية للمرحوم عبد القادر عبد المولى اللي هو مناضل ومن أول الأطباء التوانسة في ولاية نابل، مسيرة بكلها نضال. بنته مدام ليلى عبد المولى تكريما ليه أصدرت الكتاب هذا، وهو عبارة على حوار هي والدها تخلد فيه المسيرة امتاعه. مرحبا مدام ليلى. عسلامة. بونجور. يحضر زيدا معانا زوجها سي الحبيب. عسلامة. عسلامة. مرحبا مدام ثورية، تفضل. والله الكتاب هذا معناتها كتاب نحب نقول اللي اليوم يقع تقديم في جمعية صيانة مدينة نابل في مقر دار نابل سيدي علي عزوز. نحب نحيي الجمعية هذه على معناتها وفائها للنوابلية معناتها المناضلين والأحرار والناس اللي معناها أبناء نابل اللي معناتها خدموها بصمت وبغير صمت. ما نحب نقول اللي معناتها اليوم الكتاب هذا يحكي على راجل معناتها التونسي بأتم معنى الكلمة، على خاطر التونسي المناضل عمره ما يحكي مع على روحه. الكتاب اسمه ان كومبان سيلونسيو. راجل ناضل قرا وقت الاستعمار من الناس اللي خرجوا لفرنسا، معناها من الزبدة متاع تونس ليليت اللي خرجت وقتها، وقرات قرا مع برشا مناضلين اللي هما معناها من الناس اللي ساهمت في استقلال هذا الوطن. ناضل في نابل، روح مع ما كملش معناها كمل قرايته وروح خدم بلاده، خدم كيما التونسي الحر شنو يلزمه يخدم. ما يخدمش طبيبك هاو الوغكو معناتها كان وقتها طبيب معناتها حاجه كبيره، طبيب وزير. فهمت؟ ما كانش طبيبك هاو، كان قائد في الكشافه، كان قائد جهه، كان رئيس جمعيه خيريه، كان مناضل في الحركه الوطنيه. معناها راجل تجمعت فيه الخصال الكل. الحق تاع ربي وانا نقرا معناتها في الكتاب وفي شويه معناتها من الكتابات اللي هو خليهم واللي هي معناتها السيده ليلى بنات عليهم الكتاب نتاعها. معناها قلت لهم جو سوي تومبي اموغوز دو لوم. الحق تاع ربي معناها من الرجال اللي كان ريتهم في حياتي بوتيت دراهم يزورون شانجي بوكو تشوز. معناتها رجل غير عادي، وانا معناتها جي بوكو ايمي معناتها حكايه الكتاب كيفاش معناها وقع معناها وقع تكوين فكره كتابه الكتاب اللي هي ما كانتش عند مدام ليلى كهو. اللي هي متى كانت مجموعه من الناس اللي هما متى قالوا ليلى واقترحوا عليها انها تكتب الكتاب هذا، منهم السيد والمناضل اللي نحب نحييه واللي متى غني عن التعريف الله يرحمه سي عبد الحق الاسود، اللي هو معناها اصر على ليلى انها تكتب الكتاب. وسامحني باش نحكي باش نقرا فقره صغيره كتبها سي عبد الحق الاسود في متى في خصال الطبيب المرحوم عبد القادر عبد المولى. عرفت الدكتور عبد القادر عبد المولى وأنا صغير، وهو طبيب العائلة صحيا وصديقها. ثم اكتشفته وأنا شاب كقائدنا ورئيسنا في الحركة الكشفية، ومعه تم تكوين عدة أفواج جديدة مثل بني خيار ودار شعبان فهري والحمامات وقليبيا وغيرها، كما كان المنشط لنا والحامي لتظاهراتنا وخاصة منها في بعدها الوطني والنضالي. ثم عرفته بمعية والدي الذي كان يساعده في رئاسة الجمعية الخيرية الإسلامية بنابل، وكبت عن كثب الإنجازات العظيمة لفائدة مواطني نابل عامة وخاصة الفقراء، ولمست بالخصوص البعد الوطني الذي كان المرحوم عبد القادر عبد المولى يؤدي به مختلف أعماله التطوعية. ويكفي فخرا لنابل أنه يرفض عرض السلطة لإقامة حفل كل مدخولها لفائدة الجمعية، لا لسبب سوى أن هذا العرض يقدم بمناسبة العيد الوطني الفرنسي 14 جويلية، واللي نعرفه 14 جويلية هو العيد اللي تحتفل به فرنسا الكل. أما من ناحية الإنجازات المدنية والاجتماعية والاقتصادية فهو الباعث لمدرسة سيدي معاوية للبنات، والمدرسة القرآنية بابن خيار، والمدرسة القرآنية بنابل، والمجلس العدلي بنابل، وغيرها من الإنجازات. ولا يمكن أن ننسى حرصه على حل مشكل نقصان الماء بالمنطقة الفلاحية بنابل، فقد تقرر توفير المياه حسب مشروع متكامل يضم أحداث أبار ارتوازية وسد واتشيبة، ولكن هذا المشروع الذي بدأ فيه لم يقع إتمامه بحلول الاستقلال، وغير ذلك. والرسالة ما زالت طويلة، لكن معناها الدكتور كان معناها والي وكان مندوب فلاحة وكان طبيب وكان قائد جهة وكان رئيس جمعية خيرية، معناها كان كل هذا لنابل. واضح مدام ثورية. نمشي والمدام ليلى. مرحبا. يعيشك.
لو كان تحكينا أكثر على الكتاب هذايا، كيفاش جات فكرة الكتاب؟ ألو الفكرة جاتني من عند سي عبد الحق الأسود، هو اللي أنا كنت نكتب نحب الكتيبة وكل شيء، سي عبد الحق معنا زاد شجعني، قعد برشا نكتب فيه، عملت معنا جي سي دو فير ان ديالوغ بين بابا وانا، معنا بابا محسوب شفته معنا حياة قدامي وبديت أسأل في سؤالات وبديت وبديت معنا وعندي برشا دوكومان خليهم هو خليهم، وعندي رسالات خاطر معنا كنا نكتبوا برشا لبعضنا كل شيء، دونك جملت الشيء هذا الكل باش لقيت معنا المعلومات الكل. وبديت من صغرته معناها كيفاش قرا صغير على الشمعه معناها ولا على الانبار، وبعدين ما كانوش عندهم ضوء وقتها، وكانوا عنده مشاكل نتاع النظر، كان عنده دي كاتاراكت كونجينيتال مولود بهم وبسيك تعذب ياسر فيما يخص معنى عيني. كش يعمل وقت اللي كان يقرا صغير وقت على كل فرانكو عربي تاع نابل، يستنى ابوه ينعس باش يمشي ياخذ مرياته باش يقرا، كان يقرا على ميتا بالشمعه، ووصل بشويه بشويه حتى اللي معناه كامل القرايه نتاعو في تونس، ومشى لفرنسا دونك ليسي لو غران غادي، وكان عنده نتائج ممتازين فريمون تري بون اليمون كان، و لوي لو غران شوف هيك عبد معناه كيفاش قرا معناه سامبلومون في داره وكل شيء، و لوي لو غران إلى كوتوايي دي غراند بيرسون دي بيرسون إلى تي غران، il était parmi les grands. Parmi les grands. Voilà. Et il a côtoyé Saint-Gor, Pompidou, Radi. معناها الناس اللي حرت اوطانها وهوني معناها سامحني voilà. مدام ليلى نلقاو في لي دوكيومون نتاعو ليتر معناها دو غران سانغور. وي. معناتها بعثها للدكتور عبد المولى يعتذر له انه معناها في زيارته لتونس معناتها ما حالفوش الحظ انه معناتها تقابلوا ايه ويقولوا راه معناتها ما ننساش راهو معناها صحبتنا والكل معناها سي سي غرانديوز. انا كي قريت لا لتر دو سانغور معناها عرفت اللي رجل كبير من الكبار، مش الا كي كوتوي لي غران الي تي غران. معناها سي الحبيب تقرب شويه للميكرو. سي الحبيب زوج مدام ليلى، كيفاش عشت معها؟ كيفاش تجمع في المعلومات؟ كيفاش باش تكتب الكتاب هذايا؟ والله انا واكبت الحدث الكبير هذا اللي هو الكتاب من بدايه من اولى البدايات. قد قعدت تكتب فيه مدام ليلى الى اخر اخر ما كتبت. استطيع ان اقول ان هذا الكتاب هو اشبه باكله شهيه طبخت على نار هادئه. يعني من يقرا يستلذ طعمه، لأن فيه تاريخ وفيه عواطف بنت معناها لوالدها ومحبة البنت لوالدها، فيه يعني عبرة لمن يقرأ، عبرة للشباب كيف هذا السيد كيف ناضل في ظروف كانت صعبة وقت الاستعمار، كيف وصل، هذا كله كتبته ليلى بكل حب وبكل صدق، وأنا وكبت كل هذا وكنت أشجعها دائما
يعني احيانا عمل المنزل وكذا وتقول لي شنو الفطور شنو القدا ما طيبش. انا سو جي ايمي لو مارياج معناها اونتر لارابي فرونسي اللي انتم عاملينه خاطر لي دوكيمون اغلبيتهم بالعربيه وهي لا تتقن اللغه العربيه فمتى المارياج نتاعكم معناها عرستوا مرتين يعني الوثائق لانه ليلى اعتمدت على وثائق الوالد سي عبد القادر كان يكتب كل شيء وثائق ثمينه جدا للتاريخ كان يكتب كل شيء يكتب بالفرنسيه ويكتب بالعربيه كان يتقنهم معناها صادق كان يحفظ اللغه العربيه دقائق اللغه العربيه يعني اذا كانت عندها وثائق عربيه تجيني تقول لي اقرا لي هذه شفاها هذه شفاها نفسر لها هذا كل يعني وكبت ما لحقك متى اسمك راهو معاها في الكتاب سوزون توندي المترجم الى اللغه العربيه جي كمان بدي سيادي لو ليفغ اي لا قريت انا الكاس فما زاد نحب نذكر الصديق نبيل سي نبيل عبد المولى اللي كان مشارك زاد متى في الفكره في اللي هو متى عضو في جمعيه سيانت مدينه لابد اللي اليوم معناتها تقدم الكتاب نحب دعوه لكل النبيليه الاحرار وللشباب وللطب اللي تو معناتها يخدموا وفما ناس والقائده في الكشافه الكل نحب نقول لهم متى يجي وشوفوا الاب الروحي للكشافه ويسمعوا النضال نتاعو جست سؤال اخراني مدام ليلى نحب نعرف علاش سميتوه ان كومبا سيلونسيو الوغ مش انا اللي سميته في الـ في الـ dans les écrits اللي خليهم لي بابا فما ان اكري كتبوا وحتى مون كومبا سيلونسيو وانا Vous étiez fidèle, Mané. Moi, j'ai pas mis mon parce que j'étais tahiwar, tahiwar, mais baba, par rapport au livre. Mais moi, j'ai mis un combat, j'ai mis l'article, j'ai pas mis le possessif. Et c'est mon père qui est à l'origine de ce titre, quoi. Voilà. Quel est-ce que vous avez, madame Laya? ما كنتش نتصور اللي الكتاب هذا يعمل صديق كيما هكا جو سي اغريبل يعمل صديق اكثر من هكا جو سي اغريبل مون سوربريز و تعرف سكو جو فوا دان سو ليفر سي لو راليمون دو توت لا فامي معناها لامور دو تو نابل دو لو كابون موا سكو جيم لامور فوالا موا جي aimé mon père beaucoup, énormément, et mes cousins, d'ailleurs je l'ai décerné à tous mes cousins et cousines, et au Nabeliens, à tout le monde. C'est un message d'amour. Un message d'amour. Moi je dis ce livre, c'est un message d'amour. Yannès, si on pouvait vivre dans l'amour, ce serait formidable. J'aimerais que ce soit l'identité de nos jeunes qui arrivent par la suite, de mes enfants, de mes petits-enfants. J'ai pensé à mes enfants, mes petits-enfants. C'est formidable. D'avoir un grand-père. C'est très important. La famille, tout ça. Moi, je dis, c'est donc un message d'amour et en même temps, c'est une identité pour nos enfants, nos petits-enfants. Et un exemple, peut-être, pourquoi pas, en fin de compte. C'est un exemple pour les jeunes parce qu'on sait jamais un jeune médecin qui travaille il peut prendre exemple sur ce médecin qui a travaillé avec humblement avec modestie mais quel chizar hat chey يعمل الخير بغير ما يقول كان نقول لكم à la fin de sa vie, il vivait juste. C'était pas un monsieur qui cherchait à s'enrichir par son métier. Jamais. Mon père, c'était ça. Voilà. Merci beaucoup, Madame Laila. C'est la vie qui m'a fait le Barakallahu fikoum. Nous sommes Kappa FM. Et il a باش تعرفوا بالكتاب هذايا بهذا الكتاب وكما قلت كتاب هام بالنسبه مش لمدينه نابل فقط بل تاريخ تونس يعني فتره من تاريخ تونس فتره هامه مهمه جدا للاطباء الاوائل اللي هما ناضلوا في وقت زمن الاستعمار ووصوا وعملوا الخير وعلى كل حال وبنيو البلاد هذيا نشكرك يعطيكم الصحة ميرسي بوكو على الحضور معنا راديو كاب اف ام الإذاعة الأولى في الوطن القبلي